ونرحب معنا مباشرة بالناشط الاجتماعي من رها سامي شوي. أهلا وسهلا بك سيد سامي. أهلا فيك أختي ومساء الخير لجميع المشاهدين. يعني نعزيكم بداية على مقتل الشاب المغدور وسام خليل أبو عجمي. يعني جرائم القتل تتواصل في البلدات العربية دون وجود آفاق عملية لتغيير هذا الواقع الخطير. ما دوركم أنتم كناشطين اجتماعيين في مكافحة هذه الظاهرة؟ أولا يعني بالأمس كانت هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمناها أنا والعديد من الأصدقاء من مدينة رهط الذين ألمهم الحال الذي وصلنا إليه مع الأسف الشديد. نحن كشباب نريد أن نوصل رسالة واضحة مفادها بأن كفوا أيديكم عن السلاح، كفوا أيديكم عن السلاح، نريد أن نعيش بأمان، حالنا كحال الكثيرين في العالم حتى الذين يريدون العيش بأمان بعيدا عن السلاح، بعيدا عن قوات السلاح وبعيدا عن العنف بأشكاله المختلفة. طيب إذا ما كنا سنتحدث أيضا يعني على منطقة النقب بوجه الخصوص، هذه المنطقة التي شهدت عشرات من القتلى في جرائم العنف، هل لها خصوصية بالنسبة لهذا الموضوع؟ لا أعتقد بأن هنالك خصوصية كبيرة، ولكن نعم هنا غالبية النزالات أو الخصامات هي خصامات عائلية وليست من خلفية جنائية، هي خصامات عائلية، والضحايا هنا هم ضحايا خلافات عائلية بالغالب ليسوا مقصودين، ولكن نحن الآن ننزلق إلى قوها وهي قوة أكبر، إلى قوة العنف المستقصد والذي يعني يلاحق أشخاص معينين. برأيي الأمور حاليا تختلف عن باقي مناطق البلاد في النقب، ولكن أنا برأيي الأمور ستأخذ منحى آخر في المستقبل مع الأسف الشديد. طب بما أن معظم الشجارات الحاصلة هي شجار عائلي، أين هو دور رجال الإصلاح قبل حدوث هذه الجرائم؟ نعم، أولا نحن نعول كثيرا على دور رجال الإصلاح بمختلف يعني الأدوار التي يقومون بها. نحن نريد رجال الإصلاح أن يقوموا بدورهم وأن يأخذوا يعني زمام الأمور ويسعوا حتى يكون هنالك حل لهذه الظاهرة. مع الأسف هنالك يعني بعض العائلات التي لا تستمع لدور رجال الإصلاح بل وتتعداهم وتتخطاهم وتتصرف كما يحلو لها، مع العلم أن القانون الشائري هو كان رادع كبير جدا للكثير من المشاكل والعائلات في منطقة النقب في السنوات الأخيرة، ولكن مع الأسف الشديد في السنوات نرى في الخمس سنوات أو العشر سنوات الأخيرة هنالك تراجع لدور رجال الإصلاح وكبار العائلات. طيب يعني بكل صراحة يعني برأيك وصلنا إلى حالة من الإفلاس لإيجاد أي حل لاقتلاع هذه الآفة الخطيرة؟ أنا بطبع يعني إنسان متفائل، لا أحب أن أكون متشائما أو حتى أن أكون يائسا. برأيي هنالك مكان للتفاؤل ومكان كبير إن شاء الله رب العالمين. نحن نعول على الجيل الجديد ونحن نقول لهم لكم دور كبير جدا في أن توقفوا هذا الانحدار وهذا الانزلاق الكبير في فوهة العنف. نحن نناشد الجميع، الأهالي، المدرسين، الخطباء وكل شخص له دوره في المجتمع بأن يتعاون معا حتى نحاول أن نحد من هذه الظاهرة. برأيك أنت كناشط اجتماعي من أين يجب أن يبدأ المجتمع كي يكافح هذه الجائحة؟ من المدرسة، من البيت، من الشارع، من أين؟ نعم، برأيي هنالك يعني اثنين من الممكن أن نركز عليهما. أولا الدين، بالعودة إلى دين الله سبحانه وتعالى، عندما نعود إلى دين الله فإننا نحتكم لأمور الدين ومن هناك تخف هذه المشاكل. ثانيا عندما تكون لدينا منظومة تربية وتعليم صحيحة وجيدة وذات جودة عالية جدا في مدارسنا وروضاتنا وكل المؤسسات التعليمية، فبرأيي وقتها إن شاء الله رب العالمين سيكون هنالك تغيير ورادع للشباب في آفة العنف والجريمة. نتمنى ذلك. شكرا لك جزيل الشكر الناشط الاجتماعي من رهط سامي شوي. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أختي، تصبح على خير.